المطالبة بحقوقنا بطريقة طريفة قد تكون الوسيلة الأفضل لإيصال رسالتنا، وهذا بالتحديد ما قام به ناشطون أمريكيون مدافعون عن حقوق مثليي الجنس، ناشطون يمكن رؤيتهم من خلال هذه الصور المنشورة على موقع هابي بليس، وهم يحملون لافتات طريفة أسلوب ساخر للمطالبة بتشريع الزواج بين مثليي الجنس في جميع الولايات الأمريكية.